وللحديث عن الصراع بين أحزاب العمليات السياسية في العراق مع بدء جلسات البرلمان وتدوير وجوه النظام السياسي، معنا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أستاذ عبد القادر، كيف تقرأ نتائج انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه؟ ذات الوجوه التي كانت في الدورات السابقة عادت من جديد، ما الذي تغير إذن في البرلمان الجديد؟ لا يوجد أي تغيير في مستوى العملية السياسية ولا حتى البرلمان، سوى أن القضية وصلت إلى طريق مسدود وماتت العملية السياسية. أرادوا بانتخابات مبكرة، مجرد إعطاؤها إحياء وفرصة من قبل اللاعب الدولي أو كسب الوقت ليس إلا، ولذلك الوجوه ستتكرر. يعني قبل دقائق وصلتنا معلومات مؤكدة على أنه الحزب الديمقراطي الكردستاني يتنازل لرئاسة الجمهورية لصالح برهم صالح، وبالتالي نحن أمام تجديد ذات الوجوه الذي يريدها الطرف الدولي، والذي قبل الانتخابات قبل إجراؤها كانت هناك إشارات واضحة وتصريحات دولية على بقاء كل في منصبه، مجرد عملية تدوير لنتاج جديد حقيقة في صراع وفي داخل حلبة العملية السياسية. وبالتالي ما حدث من تهريج لجلسة النواب في اليوم أمس يؤكد على أن هؤلاء حقيقة لا يتحملون مسؤولية وطن، وبالتالي أيضا أكد للعراقيين أن هؤلاء لا يمكن أن يستحقون أن يكونون يمثلون العراق، وأن خيار المقاطعة كان هو الصائب وهو الصحيح للشعب العراقي، لأنه حقيقة من لم يشارك في الانتخابات لم يعطي لهؤلاء أي شرعية انتخابية ولا يمكن أن يتحمل وزرهم وما سيحدث في العراق. وهذا يؤكد على أن هذه الوجوه وإعادة تدويرها إعادة تدوير مأساة العراق من جديد، وبالتالي نحن أمام فصول من مأساة العراق. وللأسف أقولها، العراقيون ينتظرون يعني إما ولادة عسيرة لانتهاء العملية السياسية من أجل وصول شيء يلوح بالأفق، أو أنهم ينتظرون أياما سوداء حقيقة فيها انهيارات جديدة على مستويات عدة. طيب، ماذا عن رفض الإطار التنسيقي لمخرجات الجلسة الأولى للبرلمان؟ يعني هل البلاد أمام صراع سياسي جديد، قطباه المالكي والصدر من جديد؟ يعني من المؤكد تماما أكفان الصدر أطاحت بالمالكي وبالدولة العميقة، وهو صراع على زعامة المكون فيما بينهم وعلى الاستحواذ على العملية السياسية بلا شك. وبالتالي حقيقة هؤلاء، أو أقصد المالكي والإطار التنسيقي، ينتظرون ربما التوصيات الإيرانية النهائية، لأن زيارة اليوم مصطفى الكاظمي إلى هادي العامري وهي إشارات لطمأنته على وجودهم في كعكة الحكومة القادمة وتشكيلها، وبالتالي هم يطالبون بعدد كبير من الوزارات وبقائهم وبقاء نفوذهم، يؤكد على أن هناك محاولة جديدة لاحتوائهم. لكن هذه القضية حتى وإن تمت، فإن عملية الانفجار والصراع فيما بينهم يعني واردة جدا، وبالتالي نحن أمام يعني أمور قادمة في مواجهات جديدة، في صراعات سياسية، في صراع السلاح، لأن الجميع هؤلاء المتصارعون يمتلكون السلاح المؤثر داخل العراق، وبالتالي لا أحد يستطيع حسابهم، لا الجيش ولا القوات الحكومية ولا الحكومة قادمة. وعلى هذا الأساس حقيقة فنحن أمام مشهد من الصراعات على الحصص الحزبية، أما مصلحة الوطن فأصبح مؤكدا للشعب العراقي ومن خلال صراعاتهم. لكن هناك من يقول أن أستاذ بقدر، هناك من يقول أن المالكي تمكن في السابق من الحصول على الكتلة الأكبر عندما تغلب على إياد علاوي بمقعدين، واليوم هنالك فرق 13 مقعدا مثلا بينه وبين التيار الصدري، فهل لا يستطيع فعل ذلك اليوم مرة أخرى؟ من المعلوم أن المالكي كان معه في تلك الانتخابات التيار الصدري وأصواتهم. اليوم التنافس في داخل الحلبة الواحدة، وهذا هو الفرق الشاسع. ومن ثم أياد علاوي ومن معه كانوا عربة لا قوة لها ولا داعما دوليا لها. اليوم التيار الصدري يمتلك السلاح أيضا، وبالتالي المؤشرات ليست كالمؤشرات التي استطاع المالكي أن يقلب الطاولة على القائمة العراقية في ذلك الوقت في 2010. اليوم الصراع يختلف، فالصدر يمتلك سلاحا
ثم أن هناك رغبة دولية في أن يكون وجوه جديدة لتشكيلة العملية السياسية عندما يتقدم الصدر على من تقدموا 18 عاما. وبالتالي أنا أتوقع أنه إشارات موت حزب الدعوة كما مات بقية الأحزاب التي شكلت مجلس الحكم هو الوارد والأصل في ذلك. وفق التشكيلية الأولى، هل يمكن الاعتقاد أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أصرت عليها حكومة الكاظمي كانت بوابة لتمرير ناعم لشركاء العملية السياسية من جديد، مع الحديث عن إعادة برهم صالح للرئاسة وربما الكاظمي لرئاسة الحكومة؟ هي كما أسلفت لك، هي كانت محاولة لإحياء أو عملية قسطرة لإحياء قلب العملية السياسية من خلال مكوناتها، ولم يأتوا بشيئا جديدا، بالعكس هي كانت محاولة يعني محاولة لإنعاش العملية السياسية. أعتقد ما حدث يوم أمس في البرلمان يؤكد على أنه لا أمل للطرف الدولي في إحياء العملية السياسية التي وصلت إلى طريق مسدود، وبالتالي هي تنتظر انفجارا على الجميع على مكوناتها. نعم الشعب العراقي سيدفع ثمنا، لكنه هو دافع بالأصل أثمان وليس ثمنا واحدا. لذلك الشعب العراقي لن يتأثر بانفجار العملية السياسية يعني في الأوقات القادمة، وأتوقع حقيقة من خلال معطيات وليس تحليلا سياسيا أن هذه الحكومة التي ستمرر خلال الشهرين القادمات هي لن تطول إلى نهاية العام، وبالتالي ستكون هناك عملية انهيارات جديدة في بنيتها وفي تشكيلتها. إذا كان يقال أن البرلمان عام 2018 كان برلمان الميليشيات، الآن مع هيمنة الميليشيات أيضا مرة أخرى على البرلمان، إذن ما الذي تغير في برلمان عام 2022 وبرلمان 2018؟ أليس كلا البرلمانين خاضعين أو تابعين للميليشيات؟ من المؤكد هي العملية السياسية تابعة للميليشيات، وهي فوق القانون، بدليل لا أحد يستطيع محاسبتها، وهي ترتكب الجرائم وتتحكم بالعراق بطريقة واضحة، ويسرقون أموالهم، ولن يستطيع أحد أن يتبوأ مقعدا أو منصبا دون رضا سلاح الميليشيات. لذلك حقيقة هي العملية السياسية ذاتها تراوح في مكانها، وسلاح الميليشيات هو المتحكم. ولذلك عندما يقول بعضهم على أن العملية العراقية عملية تجمع سياسي عشوائي مسلح وألبس بثوب وبإطار سياسي، هو توصيف دقيق تماما. لذلك نحن أمام وهم للديمقراطية كما أشارت بذلك ندوة الميثاق الوطني في لندن. بالتأكيد نحن أمام وهم، لأن الأطراف المسلحة ألبست ثوب السياسة وبالتالي تتصدر وتتزعم. طيب ماذا عن الشارع العراقي؟ هل سيقبل هذه النتائج وإعادة التدوير؟ الشعب العراقي علم جيدا أن ما يحدث الآن وما حدث يوم أمس بالبرلمان هو أن هؤلاء لا يستحقون تمثيل العراق ولا شعبه، وبالتالي لو كان يأمل بهكذا حكومة لشارك في الانتخابات. الشعب العراقي يتطلع إلى عمليات قادمة نوعية، هذه يعني ربما تختلف بإطار عصيان مدني أو تظاهرات أو وسائل أخرى. هذه الوسائل المتنوعة يتطلع الشعب العراقي لأيهما سيسلك في أقل تكلفة وفي أقل خسائر من أجل إسقاط العملية السياسية، وبالتالي أصبحت لديه قناعة راسخة لا رجوع إلى الخلف دون إسقاط وتغيير النظام بنظام سياسي حقيقي للعراقيين. الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، كنت معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.